43 لا وقف عام 76 وقف. إجابة خاطئة. 1945. مؤسس دولة سلاجقة الشام من هو؟ من مؤسس دولة سلاجقة الشام؟ ما أعرف. ما في إجابة. في أي معركة استشهد أبناء الخنساء؟ سهلة. اليرموك؟ لا وقف. بدر؟ كل غلط. القادسية. من قال رب أخ لك لم تلده أمك؟ عمر الخطاب؟ لا. الشافعي؟ لا. ابن تيم؟ لقمان بن عاد. كذلك شاعر عباسي لقب بحيص بيس. حيص بيس. ابن قيس؟ لا. سعيد؟ لا. ارجع ارجع. خلص الوقت. انتهى الوقت. حيبلغوني اذا انتهى. من حطيه؟ لا. سعد بن محمد. انتهى الوقت. يعطيكم العافيه. شكرا لكم فردا فردا. ولا واحد فاز. 350 نقطه. لكم التوفيق يا فريق الرفاده على النقاط اللي اخذتوها. تستاهلون. الحين ننتقل لفريق الوفاده راح ينافسون البقيه من خلال المجموعه. شكرا حبيبي محمد شمراني. جنبي في كل الاوقات. الله الله رفاده. يحفظوني من الويلات. الله الله وفادة. آه وفادة يا قلبي. آه وفادة يا عيني. آه وفادة يا قلبي. آه وفادة يا روحي. آه وفادة. فريق الوفادة ناصر كنهل، علي الغامدي، ياسر سنان، بندر باجبا، وكذلك معن مرغوث. خلال 7 أشواط لكل شوط 50 نقطة، يرتفع إلى 350 نقطة. أتمنى الإجابة سريعة من مصالحكم. وأنت تتوقع خلال المدفع اليوم أنتم آخر فريق، بس نسبة بسيطة بينكم وبين الفرق الثانية. أتمنى يكون اليوم الوقت وكذلك الإجابة من حليفكم بإذن الله تعالى. الشوط الأول إذا أخطأتوا فيه يتحول للمشاهد مباشرة عبر الرسائل الاس ام اس. يقول السؤال: كم طول نهر دجلة أو دجلة؟ 1718، 1921، 88 أو 1999؟ كم طول نهر دجلة؟ 888 ممكن هو. شوف اظن بين ال 1900 و 1900 اللي فوق. شوف يا هيا انا بقول ما دام اسمه متشابهين فيا هيا بالراحه. سوري احسن الراحه على شاشه الناس. يا هيا هيا لا انا اقول ممكن 1921. اوكي 1921 ممكن. نتوكل على الله. 1921. 1921 يا فريق الوفادة. الإجابة لكم أنتم أعزائي المشاهدين. ننتظر عبر رسائل اس ام اس. هم قالوا 1921 إجابة خاطئة. ننتظر من الأسرع. اكتب فريق اللي حاب تدعمه سواء كان السقاية، الرفادة، الوفادة، صاحب السؤال، فريق الوفادة، واكتب الإجابة الصحيحة. أول رسالة توصلنا راح تروح للفريق 50 نقطة. طبعا احنا في المحك الأخير. راح كل نقطة تأثر في البرنامج وتأثر على الفريق وفي المسابقة. وصلت الرسالة ما شاء الله من مين وإلى مين؟ من منيرة سعود. أيه. للسقاية. برافو تستاهلون. ايش الإجابة؟ الإجابة طبعا 1718. والله واستبعدناها هذه. 1718 معوض إن شاء الله في الشوط الثاني. يلا الشوط الثاني. يقول بسم الله عالم مكة ومحدثها وأعلم الناس في زمانه بالمناسك. ها؟ بالترتيب. عالم مكة ومحدثها واعلم الناس في زمانه بالمناسك من 1 إلى 16. انت حرف ولا ممكن فك ثلاثة عندكم؟ طيب عندكم فك ثلاثة. فك ثلاثة. فك ثلاثة. ألف ال الأذى. فك اثنين ولا خمسة؟ اثنين. لا تفك ثلاثة. فك ثلاثة. كل تبون ترى الوقت. عليكم 25 نقطة. يلا خمسة. قول خمسة. لا بعيد. خمسة. خمسة. افتحوا لهم رقم خمسة. باء. اي شيء عيال. اثنين. فك اثنين. اثنين. لام. لام. اثنين وحرف الطاء. خمس ثواني. طاء. طاء. خطاب. خطاب. لا ولا تجي خطاب. انتهى الوقت. عطاء بن ابي رباح. بن ابي رباح. اي عطاء. بن ابي رباح طبعا. لا مش رسولي. بن ابي رباح. ايه خوينا. طيب إجابة خاطئة. راحت عليكم 100 نقطة. نشوف الشوط الثاني 150 نقطة. رشحوا الفريق اللي راح يدعمكم من الفرق المشاركة معنا. الوفادة. الرفادة. الرفادة اللي فيها عبد الله عمر، محمد الشمراني، سامي العجواني، ماجد أيوب. والله أنا في السؤال يقول: وأربع خيارات خلال 50 ثانية
الشوط الثالث 150 نقطة. ضبط الأسئلة ولو. طيب متى دخلت أمريكا الحرب العالمية الأولى؟ 1915 و16 و17 و18. متى دخلت؟ هذا عند أسئلة الكبار. أمريكا الحرب العالمية الأولى. دقيقة. أقول 1915. قريبة شوي. 1915. الله أعلم. 15 16. ما أعرف. يا 15 16. انا هيك بدأ. انا خمطت 17 تخمين لانه شوف هي بدات 13 هي بدات الحرب بس امريكا دخلت بعد سنتين الجمهور ماشي 15 16. امريكا دخلت يعني ممكن 15 16. طيب نقول 15 نقول 16. 1915. ليه تسمعوا كلام علي الغامدي؟ تكفى. كم قال؟ 1917. يا الله. يلا يلا حلوين. معوضه لكم 150 نقطه راحت عليكم. نشوف الشوط الرابع 200 نقطه. نبغى الكبير. الارقام الكبيره الحين. الشوط الرابع وماشي. يا سلام. اتمنى تجاوب عليها. عندك احرف متناثره جوابها اتمنى تطلعونها من خلال هذه الخانات. هذا شوط فيها طبعا احتمال تكون فيها اضافه احرف للمعلوميه. ركزوا فيها. السؤال يقول ما هي التي يقال عنها شبعت العيال؟ التي يقال عنها شباعة العيال. شباعة العيال؟ اي نعم. شباعة العيال. شباعة لا ميم 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 ما هي يعني يعني شاب شيء مو مو بحرمة يعني. ما هي عصا او همزة سين حاء هاء ياء لام زاي شباعة واو قاف زاي. ممكن تكون أكلة أو ممكن تكون أداة للظرف. فكروا فكروا. زقوم. وفي حرف ألف ناقص. في حرف ألف؟ إيه هنا ألف. ال أسأل الله أن يرزق زيد السؤال عشان ترتبك عنهم. سحلية. سحلية. أنا أقرأ سحلية. ألف ناقص. سحلية. أخش. السماء. في حرف زاد الحين. رمو شيء. في حرف زاد فجأة. في حرف زاد. هذا ألف ألف. والله صعبة. سميد. ألف أقعد أقول لكم ناقص من أول. سميد. سميد. هو ماء زمزم. شلون ماء زمزم؟ ها شباعة العيال؟ اي نعم. الشباعة ماء زمزم معروف الشباعة. مكتوب هنا شباعة العيال. لا انا ابغاك تدقق من هذه المعلومة. طيب اللي يقول الشباعة هي ماء زمزم. طيب هي بالمسمى الحقيقي شباعة العيال. اللي اعرف انه شباعة الاستاذ عبد الله. اللي اعرف ان الشباعة ماء زمزم. اوكي عموما الشباعة معروف انها ماء زمزم. تأكد الفريق العلمي اذا ما جت الاجابة الصحيحة حتبقى الاجابة خاطئة، واذا في حتاخذوها يعني امر هين. طيب. لكن الاجابة الصحيحة هي ماء زمزم والسؤال شباعة العيال. نشوف الحين الشوط الخامس. ترتيب 250 نقطة. ايش الان ايش؟ هذا بخمس الشوط الخامس. رتب. ترتيب رتب حسب الاكثر رواية للحديث. عبد الله بن عمر اكثر روايه. عبد الله بن عباس. انس بن مالك. اظن انه هو كان خادم رسول الله. انس بن مالك. عبد الله بن انس بن مالك كان اتوقع بن عباس اول. صح. عبد الله بن عمر الخطاب. انس بن مالك كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد عمر طويل معه. اسمع شباب اخر من مات من الصحابه يا كذا يا 1 2 3. تعال انس بن مالك هو اظنه الاول لانه كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وقعد معه هو الاول. شوف يا الاول عبد الله بن عباس انا اسمع الاخير عبد الله بن عمر. توكل الله. ابن عمر بن عباس ابن مالك. توكل خلاص. 12 ثانيه. بندر انس بن مالك عبد الله بن عباس. انس بن مالك عبد الله بن عباس. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر الإجابة لو قلبتهم يمكن صح. عبد الله بن عمر هي الأولى، الثانية أنس بن مالك، الثالث عبد الله بن عباس. معوضين إن شاء الله في المرات القادمة. نعم. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول، الثاني أنس بن مالك، الثالث عبد الله بن عباس. ابن عمر 2630 حديث. ابن عباس له الثالث 1660 حديث. أما أنس بن مالك 2286 حديث. جميل جميل. يلا هذه الإجابة صحيحة. الشوط السادس يحتاج إلى تركيز عالي بين 1 و25 نقطة. ركزوا فيها. يا الله قص صوتك. ايش الارقام هذه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله يشق مخ من حقه. وش اللي 50 ثانيه 10 ثواني. وش معنى المعدين؟ وش معنى قشق؟ يلا قشق. وش هي قشق؟
وش طيب اكتب يا حبيبي رقم 2 محل برافو رقم 9 يا رب تبعدها عني يا رب ارقام كلها شو خطا طرق رقم 24 ناصر كلهم بخش بخش هي شبخ عكس يلا خلنا شب ان شاء الله لا 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 بس معي سامي معي اسماء حطوا لنا اسماء وكلمات لها معاني مو قص ولزق شقف 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 طيب ايش كلام وش معنى كلمه شق بصل عليك وانا اكل كل يلا شبخ 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 وش معناه الشبخ ايوه ايوه يا زلمه يا دي بصرف لك الحين مدير القناه الحين بيصرف لك من اسم الراس طيب رايك على الرايك رايك على الرايك على رايي يلا شباب من طيب. الشوط السابع على شحنة واحد ينافس من حق الأسئلة يلا بسم الله يلا فريق يلا رشح واحد شباب كذلك الأصدقاء شبق قفش شبخ سامعك وش شبخ خبش تعجيز لا هي تحت من الذاكرة بس وش ذاكرة شوية ايوه تصرفني عشان لا الذاكرة اي ذاكرة شبخ وخبش ما يذكر الارقام قد تكون لها معنى بس تعتمد على الحفظ كذلك شبخ وما شبخ ما خبش فريق الوفادة ناصر كان هالفريق الرفادة عبد الله عمر وكذلك فريق السقاية علي الحمش خلال 50 ثانية أتمنى تجاوبون على كل الأسئلة المطروحة حتى توصل إلى 350 نقطة في هذه المسابقة واللعبة نبدأ يا شباب نبدأ يقول السؤال إلى من تعود نشأة المذهب الاعتزالي واصل ابن عطاء برافو وش؟ واصل ابن عطاء يا سلام عليك 150 نقطة اللي بعد من فاز بكأس العالم لكرة القدم عام 1954 برازيل لا الأرجنتين لا إيطاليا لا ألمانيا الجنوبية لاعب سعودي ضرب رقما قياسيا لظهور الدول برافو عليك في أي عام توفي الرئيس المصري أنور السادات 81 يا سلام عليك برافو متى ولد الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني؟ 1371 لا 1981 لا 52 ما معنى الفوبيا؟ الخوف متشابه اللي بعده أول شعب عرف الشطرنج؟ أتراك لا لا يا ربي الإيطاليين انتهى الوقت الفرصة يا طيب